سلام البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم غندير معكم اول فيديو طاجين ديال اللحم بالبيض المسلوق والبريد. نديرو الثومه، نديرو التحميره، نديرو الخرقوم، الزنجبيل والبصل، الملح، نديرو شويه ديال الماء، كنخلطو. كنديرو دابا اللحم، كنخلطوها مزيان. الطاجين كنكندبت الزيت والبصلة مقطعة، كنخليهم شوية كي كتشوفو. دابا كنسكت اللحم، كنرش شوية ديال الكنور فوق اللحم، كنخليهم يطيبو. هو الطاجين ديالنا وجد. دابا كنستف الفريت والبيض المسلوق، كنكون درتهم من قبل. كنتمنى يعجبكم